غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجهاً إلى اسكتلندا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش الدورة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. تحتوي قمة تغير المناخ في غلاسكو على 3 أهداف رئيسية: حث الجميع على زيادة تعهداتهم بخفض الانبعاثات، وجعل وعد باريس بمنح 138 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ حقيقة واقعة، وتحسين التدابير لتغير المناخ. ولدى وصول السيد الرئيس إلى مطار غلاسكو كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وكذا أعضاء السفارة المصرية في بريطانيا.